اضطراري بسبب الاصابه للحفيظي. مرفوعه الكره لمن 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 هذه لمن هذه توصل لجهتي على اليمنى مرفوعه ارضيه. جول جول. الحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ يقر بالهدف نعم لفائده المنتخب المغربي. اذا بعد طول انتظار يتمكن بدر بنون من افتتاح باب التهديف. سنشاهد الإعادة مرة أخرى لنتأكد من اللاعب الذي تمكن من تسجيل الهدف. شوف مرة ثانية هنا بدر بنون لحظة طلب الكرة أيوب الكعبي. أيوب الكعبي نعم يتمكن من تسجيل الهدف. أيوب الكعبي نعم يتمكن من توقيع الهدف الثالث له في البطولة. شوف الإعادة واضح 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 بأن الكرة تجاوزت الخط وبالتالي أفضلية مغربية عن طريق مهاجم النهضة البركانية. أيوب الكعبي يواصل تألقه في هذه البطولة ويسجل من جديد. يعود من جديد الأسمراني أيوب الكعبي يبلغ الشباك الغينية بهذه الطريقة. الهداف هداف القناص قناص أيوب الكعبي نعم من نوعية المهاجمين المميزين جدا في البطولة الوطنية. وأكيد مشروع هذه البطولة تكشف لنا مهاجم من نوعية من الطراز الرفيع. هذه خطيرة خطيرة. أوه بيسير بيسير يتمكن من تعديل النتيجة بالفعل. ردة فعل سريعة للمنتخب الغيني. بيسيري بيسيري بطريقة مميزة صراحة. شوف الإعادة هنا سوء التموضوع سوء التغطية تباطؤ من بدر منون وكذلك اللاعب نايف أكريد وفي نهاية الأمر شوف 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 مرة أخرى هنا تباطؤ المدافعين وانسلال من جانب بيسيري يمر على النهيري ويمر كذلك على بدر منون ويرفع الكرة بهذه الطريقة. نعم شوف شوف اللمسة الرائعة اللمسة الرائعة هنا من داودة بانكورا وبيسيري يرفع كرة على أنس الزيتي. هنا يتحمل المسؤولية بشكل كبير الثنائي بدر بنون وكذلك اللاعب محمد الناري. واحد واحد المنتخب الغيني كبير من اللاعبين يعني في بعض الأحيان يعني تخيل لك بأن المنتخب الغيني بزيادة عددية. فرصة خطيرة جول 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 جول. خطف الكعبي سجل الكعبي. يعود من جديد الكعبي مع الكعبي الهدف مضمونة. يعود كولياتور الأسمراني البركاني للتوقيع على الهدف الثاني. غلطة كبيرة والعقاب يأتي منك 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 يا الكعبي بهذه التسديدة. من يوقفك يا الكعبي؟ من يشبهك يا الكعبي؟ أنت الأصل يا الكعبي أنت الأصل يا الكعبي والباقي تقليد. هذه الإعادة مرة أخرى لمسة القناص لمسة الهداف تمنح الثاني والامتياز للنخبة المغربية. منطقة الجزاء الهربة المغربية والمرتدة السريعة. الكعبي حطها لإسماعيل. الهربة يا إسماعيل الهربة يا إسماعيل. هي 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 جول. ما قولها يا الكعبي الليلة الليلة ليلتك يا الكعبي. هاتريك تاريخي ولم أكن مخطئا عندما قلت هو مهاجم من الطراز العالي. الهداف هداف يا الكعبي. شوف وتمتع وتابع يا إيرفي يا رونار. عدنا مهاجم في الدوري المغربي عدنا مهاجم في الدوري المغربي. هجمة تدرس هجمة عكسية تدرس انطلقت من الدفاع. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية عموما 3-1.